وهل تذكر الشمس إلا بعد مغيبها؟ ليذكر الفنان عبد الله المجاهد في أربعينية الرحيل. بكثير من الحزن والوفاء تحدث عنه معارفه وحاضروا سيرته الفنية والوطنية بعد وفاته، لتلمس خطوطه في حياتهم وألوانه التي زين بها أيامهم. تبكي رحيلك يا مجاهد، كل الطيور الكنت تطعمها وتسمعها القصائد. تبكي رحيلك يا مجاهد كل الطيور. إنه عبد الله المجاهد الرسام الكاريكاتوري والنحات الفنان والسياسي الوطني، وأحد أبرز من رسم الصورة الفنية للعديد من الصحف اليمنية على مدى عقود، على مساحة من ورقة بيضاء وخيال مفتوح بحجم السماء. كان الفنان الكاريكاتوري عبد الله المجاهد المعروف بأبي سهيل يقف أمام لوحاته ليخرجها للناس أفكارا حية لا تموت. بأسلوبه الخاص وريشته الأنيقة أثر العديد من الصحف المحلية وترجم فيها واقع اليمنيين من خلال رسوماته الكاريكاتورية الساخرة، حتى وصف البعض بأنها أقوى الكاريكاتوريات في تاريخ صحافة اليمنية، فقد امتازت بدلالتها السياسية وشكلت مرجعاً صادقاً لأهم التحولات الكبيرة في اللحظة اليمنية. مثقف بحجم الوطن وفنان بحجم الإنسانية، هكذا هو وهكذا قيل عنه وعن أعماله التي كانت التعبير الثوري القريب من ذهنية القارئ والمعبرة عن همومه وأحزانه. فالمجاهد واحد من الشخصيات اليمنية القليلة اللامعة التي ساهمت بتخليق وعي وطني مسؤول والمحملة بروح التغيير والمتسمة بطابع السخرية والفكاهة. توفي المجاهد في مطلع سبتمبر 2017 عن 67 عاماً. كان صاحب امتياز في تصميم ترويسات معظم الصحف اليمنية الرسمية والأهلية، بالإضافة إلى شعار القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية وعدد كبير من المنظمات والهيئات والحملات. شغل المجاهد منصب المدير العام للفنون التشكيلية بوزارة الثقافة. أبو سهيل يبرز اليوم في وجدان محبيه ومتابعي مسيرته الفنية كقيمة إبداعية وفنية حاضرة لا تغيب ولا تنسى، غير أن توقيت وفاته وطريقتها ترك غصة في حنجرة وطن هو الآخر لا يزال واقعا تحت أكثر الأسباب مدعاة للموت.